بسم الله الرحمن الرحيم. Today inshallah we try to take a new lesson. اليوم سوف نشرح قاعدة جديدة من قواعد الوحدة الرابعة ومن أهم قواعد المنهج. The title of our lesson is Have and Get. عنوان الدرس فعل الهاف وفعل الجت. العنوان in English يسمى order وبالعربي يسمى أفعال الطلب. We have a lot of verbs in this role. لدينا الكثير من هذه الأفعال أفعال الطلب. الفعل الأول ask, the second one tell, the third one request, the fourth one order, beg, get. عندي الآن 1, 2, 3, 4, 5, 6 ستة أفعال. أفعال الطلب سبعة: ask, tell, request, order, beg, get and have. سبعة ينقسمين إلى قسمين. القسم الأول ask, tell, request, order, beg, get. القسم الثاني have. يعني هذه الأفعال الستة كلهم نفس القاعدة. ask بمعنى يسأل, tell بمعنى يخبر, request بمعنى يطلب, order بمعنى يرتب, beg بمعنى يتوصل, get بمعنى يحصل. لكن كلهم الآن معناهن بالعربي أطلب من, يعني كلهن أفعال الطلب. أفعال الطلب بالإنجليزي هذه الأفعال تأتي في الوحدة الرابعة, تأتي بداية الجملة, يعني يأتي في بداية الجملة get, have, ask, have. خلاص هذه الأفعال اللي فوق, خاصة اللي فوق, دائما تأتي في بداية الجملة. بعدها مباشرة دائما يأتي object مفعول به, وبعد الأوبجكت ضروري, وهذا المطلوب منك في الاختبار, ضروري يشي منك على إيش؟ ask محمد, اطلب من محمد. ايش نقول؟ play, playing, played ولا to play؟ الحل 100% حيكون ايش؟ to, بعد to verb infinitive, التصريف الاول الفعل. القاعدة الثانية قاعدة الهاف. الهاف يأتي بعدها أوبجكت مفعول به, ويأتي فيرب 1 نفس الكلام اللي فوق, أوبجكت فيرب 1, أوبجكت فيرب 1. The differences between them, الفرق بينهم أن هذه الأفعال الطلب الأولى ضروري يأتي تو, أما الهاف ضروري أحذفته. مع الهاف أحذفته يأتي فيرب 1. مع أفعال الطلب الخمسة ضروري يضيف الايش؟ التو. أجيب لك مثال. get, my father to give me money. have, my father help. مع الهاف لا تدخل التو, مع الأفعال اللي فوق أضيف التو. هذا الكلام الأول. هل احنا من صف سابع درسنا ان افعال الطلب تأتي في بداية الجملة؟ ما درسنا خالص, هذا اول قاعدة ترسوها في المنهج اليمني من سابع الى ثالث ثانوي, اول سنة ترسوها. لكن قاعدة الهاف هل درسنا من قبل من صف سابع وثامن وتاسع واول ثانوي ثالث ثانوي ان الهاف تأتي في بداية الجملة؟ نعم, اخذنا ان الهاف اذا كانت في حالة السؤال, هذا الكلام مهم جدا, في حالة السؤال, في حالة المضارع التام البرزنت بيرفكت, الهاف تأتي بداية الجملة تعتبر سؤال. فلذلك أنت كطالب إذا شفت ask, tell, request, order, be and get خلاص تعرف أن معك التو 100%. لكن إذا شفت الهاف
الهاف هنا معك عادتين وانتبه لهذا الكلام. ممكن الهاف تعتبر فعل طلب وممكن الهاف تعتبر مضارع تام في حالة السؤال. يعني ايش؟ احنا اخذنا معاكم في فعل الطلب ان الهاف لا يأتي معها تو لكن يجي بعدها فيرب 1، لا يأتي تو لكن يجي معها فيرب 1. واحنا اخذنا معاكم من قبل في السنوات الماضية ان الهاف اذا كانت في حالة المضارع التام ضروري يأتي بعدها التصريف الثالث للفعل. يعني أنا كطالب كيف أعرف في الاختبار أنه يشي مني verb 1 بدون التو، وكيف أعرف أنه يشي مني verb 3؟ خلاص القاعدة الأولى هذا الهاف وهذا الهاف. الهاف إذا كانت فعل طلب، ركزوا، إذا كانت فعل طلب 100% يأتي بعد الهاف object، يأتي بعد الهاف مفعول به. وإذا كانت الهاف في حالة السؤال المضارع التام، ركزوا هنا، المضارع التام 100% يأتي بعدها subject فاعل. إذا كانت الهاف طلب يجي بعدها مفعول به، لكن إذا كانت الهاف في حالة السؤال بمعنى هل يأتي بعدها إيش؟ subject. في طلاب يقول لك أنا مستوي ضعيف في الإنجليزي، كيف أفرق أنه هذا subject وأن هذا يعتبر إيش؟ object. شوف هذه القاعدة للطالب الذكي والضعيف، إذا كانت الهاف بمعنى طلب نهاية الجملة حيكون إيش؟ full stop. وإذا كانت الهاف سؤال نهاية الجملة حيكون question mark، سؤال. يعني هنا واضح إذا كانت هاف مع question mark 100% يشي منك التصريف الثالث verb 3، verb 3. لكن لو كانت الهاف جاء بعدها اوبجكت فعل الطلب 100% يشي منك verb 1 التصريف الاول للفعل بدون التو، الاول للفعل دون التو. الهاف بمعنى فعل الطلب حيكون في الاخير فل ستوب نقطه، 100% حيكون قبلها verb 1 التصريف الاول للفعل بدون التو. لكن لو كانت الهاف معنى سؤال في حاله المضارع التام 100% حيكون التصريف الكم؟ الثالث للفعل. في طلاب يقول لك هل الهاف تدخل وسط الجملة؟ نعم. هل تدخل في القاعدتين؟ نعم. تدخل في القاعدة الأولى إذا كانت فعل طلب، وتدخل في القاعدة الثانية إذا كانت مضارع تام، جملة مثبتة ما يجي شيء. سؤال، الهاف والهاف subject plus have، subject plus have، عندك أنا فاعل عندك أنا فاعل، بعدها هنا هاف وبعدها هنا هاف. أنا كيف أعرف إذا كانت الهاف داخل الجملة كيف أعرف أني فعل طلب وكيف أعرف أني مضارع تام؟ إذا أتى بعدها كلمة تعتبر أوبجكت، إذا أتى بعد الهاف كلمة تعتبر أوبجكت، وبعد الأوبجكت ضروري يأتي verb 1 التصريف الأول للفعل. لكن إذا أتت الهاف وسط الجملة وما بش بعدها اوبجكت، ما جاش بعدها اي شيء، جاء بعدها فعل، 100% الفعل هنا يكون التصريف الكم؟ الثالث. في طلاب يقول لك اول احنا فرقنا ان في هنا فل ستوب مع الهاف تجي فيرب 1، هنا كويستشن مارك مع الهاف يجي هنا فيرب 3، لكن هنا ايش يفرق؟ عندك هنا فل ستوب وعندك هنا فل ستوب نفسها لان جمله مثبته. الفرق بينها فقط ان الاولى جاء بعدها اوبجكت، جيت بعدها كلمه، إذا أتت بعد الهاف أي كلمة، أي كلمة عادي 100% تكون فيرب 1، لكن إذا أتت بعد الهاف ما بش حاجة، جاء فيرب فعل، ضروري يكون التصريف الثالث للفعل. المثال الأول get علي move the table. أنت كطالب في الاختبار عارف إن get تعتبر فعل طلب، بداية الجملة فعل طلب، جاء بعد الجيت مباشرة ايش؟ علي مفعول به، الجيت فعل طلب، علي يعتبر اوبجكت، مكتوب عندك الموف، الموف تعتبر فيرب 1، يعني ما يشي منك انا، يشي منك التو فقط، تو موف. اذا جاء في الاختبار بطريقة خلال الجملة الصحيحة كيف حيقول لك؟ جيت علي موف تو موف تو موفينج موف. أنت عاد تقول تو موف، ليش ما أقولش موفينج؟ لأن بعد تو دائما يأتي التصريف الأول للفعل.
have. عندك الهاف ينقسم لها قسمين، ممكن يكون فعل طلب، ممكن يكون مضارع تام سؤال. أشوف ما نهاية الجملة. إذا كان في question mark ركز، إذا كان في question mark مع الهاف يشي منك التصريف الثالث للفعل، لكن إذا كانت الهاف وفيها نافل stop يشي منك التصريف الأول للفعل فعل الطلب. Have your son، أقول help ولا to help؟ help فقط، لأن الهاف أحذفته، الهاف أحذفته. Ask علي، ask the student. أنتم درستوا أن الأسك بداية الجملة تعتبر فعل الطلب. Ask the students، ask the students do the homework. خلاص الأسك فعل الطلب. طبعا معاكم ask وزاري، get وزاري، have وزاري. هذه الجملة الاختبار عادة ثلاثة أشياء: ask، get، have. Ask the students to do. مع الask أضفنا to، مع الask أضفنا to. Have you drive a car before؟ الhave مع الquestion mark يشي منك التصريف الثالث. أقول have you driven. Verb 3 driven التصريف الثالث للفعل. عندي الهاف هنا داخل الجملة. إذا أتت الهاف داخل الجملة، شوف إذا أتى بعدها مفعول به، أتى بعدها مفعول به بعد المفعول مباشرة يأتي فيرب 1. إذا ما جاش بعدها، جاء بعدها الفعل مباشرة، يشي منك التصريف هذا الفعل. عندي هاف وهاف، هذا جاء بعدها الفعل مباشرة، لكن هذا لا، سبق الفعل أوبجكت، جاء قبل الفعل أوبجكت. بما أنه جاء قبل الفعل أوبجكت ضروري أسحب الفعل على ما هو فيرب 1، لأنه يعتبر فعل طلب. جاب ما يعني ما بين الفعل والهاف، الفعل والهاف جيت أوبجكت مفعول به، لكن هنا جاء البلاي بعد الفعل مباشرة، على طول الشيء منك التصريف الثالث للفعل. وهذا كان درسنا، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح، موفقين إن شاء الله.